ما هناك لحظات تمر عليك دون أن تجد مشقة للدنيا، لحظات فقط. لماذا يدك هكذا تفعلها هكذا تنقلها؟ معنى أنها في مشقة هكذا تريد حركة أريح منها. تكون جالس جلسة تعتدل، هذا الاعتدال معنى أنك تنتقل من جلسة ما أعجبتك إلى ألين منها وأريح منها. وأحيانا تشم ما لا يعجبك أو ترى ما لا يعجبك. النخامة تؤذيك تدفل بها ساعة تنتخب. نعم، كل هذه الحركات تدل على وجود مشقة تخلص منها، وبعضها قد لا تستطيع تخلص منها. فلهذا لو أنك أمعنت النظر في هذه الأشياء لوجدت أن نصب الدنيا معك على مر الدقيقة، كل هذا لا تجده في الآخرة، لا تجده في الآخرة، ولا تتعب ولا تنصب ولا 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 إلى آخره، إلى آخره. نعم، تشتاق إلى الماء فتشربه، وتشتاق إلى الطعام فتأكله، بعد قليل تريد الحمام. ومع هذه المصيبة يعتبر دخولك الحمام نعمة عليك، نعمة عليك، وتغلق الأبواب وتبتعد عن سمع الناس ونظرهم وشمهم، وتعتبر هذه نعمة. لو أنك في مكان ما وجدت حماما كيف يكون حالك؟ كارثة. ثم تجد الحمام تقول نعمة، الحمد لله على هذه النعمة. لو دخلت الحمام ما رضي البول يخرج أو جاءك يمس، تعتبر البول والغائط الذي هو علامة على نكد الدنيا نعمة أنه يخرج. ما هذه الدنيا يعني الذي نعيمها من هذا القبيل، نعيمها من هذا القبيل. فلهذا لا نكون قليلي عقول فنغفل عن الآخرة، لا نبتلى بقلة العقل.